اللي صار انا كنت تواجد مسائي برعدة الاطفال ردها الثانية، جانا دزينا تحليل، سوينا تحليل مال سكر للطفل، طلع التحليل مال الراندوم يعني تحليل السكر 40 هاي 400 العفو، هاي التحليل 400 يعني حالة خطرة، اذا يعني اذا يسمعون الاطباء راح يعرفون يعني بهذا الموضوع، فلازم نطيع علاج الانسولين. الانسولين مكتوب، احنا خابرنا الاعلى من عندنا المقيمه القدمه اعطتنا اعاز انه نطي ان نحرك له يونتات الانسولين. ما صار التاتش ويا الممرض، لان اعرف يعني عرفت انه انسان مشكلتي صارت قبل حاله، طلبت من عنده انه اخصائي اكبر من عندنا طلب من عنده انه يعطي اكسجين المريض، فما طاق، قال له روح على غير هديتك، يعني ما اعطيك مو هاي بيها شهور صارت. شنو اللي صار وياك انت؟ اما بالخصوص وياي صارت هي انه اجى الامايه دزيتها على ابو علي، قالها روحي مو يمي. انا رحت له قلت له شو اسمك؟ قال لي شنو تريد تصادق؟ قلت له انا ما اريد اصادق وياك. قلت له بس قل لي شو اسمك؟ ما قبل. صار عياط، قلت له انا المسؤول على رهده، الكلمه اللي اقولها لازم تتنفذ. انا ما طالب من عنده انه يسوي لي شيء خارج الاطار الطبي، طالب من عنده انه يعطي العلاج. صار صياح، اجى صاحبه وياه قال لي شنو تريد صيح؟ هاي عياط تريد تضرب؟ قلت له ها ما اضرب. اجى دفعني، ضرب السماعة مالتي كانت، قلت له انا طبيب. قال لي شنو طبيب حش السامعين؟ يعني كلمة ما حلوة. قال انتوا لهالمحافظات لفوا اطلعوا برا، مريتكم ما محتاجكم، انتوا خلق طبيب اطلع برا. انا طلعت ما بعد يعني، وشهود بها صارت وكاميرا المستشفى هي تشهد. هي دفعني ضربني. احنا اطباء مقيمين دوريين، طبعا اغلبنا من خارج محافظة السماوة، من محافظات بغداد، بابل، الديوانية، النجف. طبعا تم توزيعنا على دائرة صحة المثنى. احنا جايين هنا حتى نخدم جايين نخدم المحافظة وجايين نخدم المرضى. طبعا اللي صار انه صار اكثر من مرة تعرضنا الى الاعتداء من والغلط يعني بالضرب والسب والشتم من قبل بعض الكوادر التمريضية المحمية من بعض العصابات. طبعا عندهم ظهر قوي وصار نعم ما نعرف مين. احنا اشتكينا، رحنا للمدير ونقيب الاطباء بارك الله بيه، وقف ويانا خوش وقفه، جينا على دارة الصحه لكن لحد الان ما لقينا اي اذان صاغيه. كم مره؟ كم حاله؟ هاي رابع مره، للمره الرابعه يتم الاعتداء. اخرها صار اعتداء على طبيب مقير دوري دكتور عمر بالضرب، يعني تم ضربه بعد ما انه دكتور عمر الفاظ نابيه. نعم انتم اطباء بالحرف الواحد، عذرا على المصطلح، اطباء قنادر، وانتم اطباء تايهين ولفوا وجايين عندنا بمدينتنا، واحنا يعني احنا نعلمكم. طبعا احنا اذا ما شفنا اي استجابه راح يصير خطوات تصعيديه اكثر واكثر، ممكن يعني ما نقدر نقول هسه شنو الخطوات التصعيديه، ان شاء الله مستقبلا هم راح يشوفون شنو الخطوات التصعيديه. يعني احنا طرقنا باب اداره المستشفى، طرقنا باب الدائره، الاستجابه كانت مو بضمن المستوى ابدا، موضوع المستوى. بعدين احنا شفنا انه بعض هذول اللي بعض الكوادر التمريضيه عندهم تسلط، يعني انه هم واصلين ما اعرف الى اي مرحله، ما نعرف يعني هم الى اخر شيء انه البارحه هم واصلين للمحافظ. هو خطأان والخطا وما اعتذر وما يعتذر وصامد يعني.